ده ياسر ابن المرحوم المستشار رأفت المتولي؟ أكيد هو، بس ده شكله اتغير عن زمان. مصدق نفسي هتقفل علينا باب واحد. انا كمان مبسوطه قوي قوي قوي. هتعمل كل اللي وعدتني بيه؟ عيب، انا اجدع واحد يوعد ويوفي. اتفضلي يا عروسه برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ انت قلتي الادب عليا الطلاق، ما تقعدي على ذمتي دقيقه واحده. انت طالق يا جماعه، استهدوا بالله وصلوا على النبي. خليك في حالك يوفي، انا ما ارجعش في كلمتي ابدا. جري يا اخويا، تعالي يا بيت. جري، لا فوق معايا. انت فاكر ما وراهاش رجاله؟ لا يا حبيبي، دي وراها رجاله ياكلوا الزلط. انت فاكرني لقمه طريه؟ لا طريه ولا ناشفه يا اخي. بس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف، وكل واحد ياخد حاجته. في مفتاح الشقه يا ابن عمتي. مفتاح الشقه؟ المفتاح نسيته في الاوتيل. في مفتاحك ياما؟ ما جبتوش معايا، نسيته. كمان سايب مفتاح الشقه لامك يا بتاع امك؟ اه بتاع امي اهو. انا بتاع امي يا اختي. ايوه يا اختي، هو بتاع امه. انت مالك؟ شفت؟ شفت هم بانوا 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 ياما. بانوا 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 اصلكم بانوا 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 اصلكم بانوا 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 بانوا. اكسر الشعر يا فاروق. عناية ان شاء الله فرح اولادكم. الف سلامه. يلا بينا بقى نروح نطلع. ايه؟ لا احنا قدامنا شغل كتير. يلا بقى. طب استنى حطي دي. حطي دي يا روح. يا سلام، هي جت على دي. نهارنا رادي ان شاء الله. يلا القمر اهو. شفتي بقى ميزه الواحد يعمل فرح بالنهار عشان ناخد اليوم من اوله. لا ما انا هنام. لا تنام ايه يا عروسه، ما فيش نوم طبعا. ده لا تنام ايه بس. بقول لك انام اهو. العفش اتصحر. ايه؟ استني، ده ما سابوش غير نجفة. يا نهار اسود. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. شاع عمري، شاع عمري راح. مين؟ يا جزمة. قشطة جوجل، العفش كله تشوم في المخزن يا ابن عم. سيكا غالي انتوا. خلصة بالصلصة. حسب الرجالة. يا ابني ما انا عدم. عد الفلوس يا ابن عم، الايد غلطة خصوصا لما تبقى ايدك. والنعمة انا كنت عروسة قمر، لولاش القلم اللي نزل على وشي ده. ما انت كمان لسانك مبرد. الهي يا رب يا صابر يفتح لك كل البيبان المتقفلة في وشك وتبقى على وضعك كده. الهي يا بعيدة تصحي من النوم تلاقي ربنا يبارك عليك كده. ياسر بس حضر. يبقى رستري حضر. ياسر
جرح. جم 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 شبيلة. جون يا باشا. الواد ميسي ده لعيب زي الرجالة. جوجل دي يا باشا جوجل ده عشان لما تيجي تخش على جوجل وتعمل كده على البريد يطلع لك الحل من غير هاري ولا لط. شايف شايف الهبه دي؟ مش جايب لها ميكرويف، هديها بتغسل على ايديها. انا مؤاخذه يا برنر، تعبتك معايا بس عشان جو البوكس ده مانيش فيه عشان برستيج. والله العظيم يا باشا كنت لسه بشكر فيك. ايه ده؟ فين العفش؟ فين العفش؟ انا فين؟ ما انت بتتنطط زي سوسه البوليس كده مش هتطول مني حاجه. طول ما في عفش مفيش عفش. ايه انت بس يا انت باشا؟ اقعد اضرب بقى، عايز نساعدك. طب اهو انت اهو يا ياسر باشا. انت 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 بس يا انت تعالى، ده كان فاضل هتعمل يا خدع. فين الباب؟ يلا خد الباب كمان يا باشا. الشقه كانت مكمكمه، قلت اعمل لك طياره. اه والله وحياة امك ما ظبطك يا ياسر باشا. يا ياسر باشا اقعد، وكل حاجه عورتني اهو، عورني اهو يا عم. استغفر الله العظيم. ماشي نقعد نتفاهم. يلا وانا دمي في ايدك يا عم. يا باشا اسمع كلام الباشا الصغير، وبعدين لما يشوفك كده يعمل ايه؟ واحنا بنقول يا هيكله. يا باشا انت دارس في امريكا وعارف. جوجل جوجل لخص وهات من الاخر. ماشي يا باشا. طب هنشاهد الباشا الصغير يا عم. حط نفسك مكاني او مكانه او مكانك. يجيك يا باشا ياخد مراتي يلبسها قضيه شمال يلطها عشان ما عرفش يجندها. يرضيك يا باشا يعني خدها من عندكم ملطوطه. انت عبيط يالا، تسرع عفش ولقيت دخلتي يا باشا. ما انا حكيتها معاك كتير، وداج المراته واضع والعتاب صابوني القلب. وبعدين انا سامحتك 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 كتير، وسكان اصاله حذرت انا بقى بكفرت على طول. ولا هات من الاخر، طلباتك ايه؟ شريط اصاله. كيفك يا باشا؟ يس يا عونا انا صاب عليك بالعافيه. استنى هقول لك، تفرج على ليلى لو يعني الان افرج عن العفشه، غير كده يا كبرنا هزعل واجيب ناس تزعل. وحياه دم السخن ده، اديك لبستها. شفت رمي البله سهل ازاي؟ على فكره انا عارف انك تقدر تسجنني، بس عادي عادي عادي. قانون العقوبات في المادة 316 بينص على ان اللطة اللي احنا فيها دي من 6 شهور ل7 سنين، محامي ب 200 جنيه يجيب لي فيها 3 شهور 3 مانس. اخش اركلس كده بقى سليبنج وانامهم. اعتبرها خرجت. ايه ده جوزها؟ مجازي يعني؟ مراتي خرجت مجازي. ايه اعتبرها خرجت، مراتي خرجت مجازي. طب يلا يا لولا خرجنا خلاص كفاره. ايه يا باشا انت كده شايفني خفيف؟ انا مش هخرج من هنا غير مراتي معايا. اسحب لك سحبه مايكل يا مشمش. الجيران اشتكوا، وبعدين 100 مره قلت لك ان الميه في صابون بتاكل في المسلح، والمسلح موحوح لوحده. خليك في حالك يا اخويا. ما حالي هو حالك يا بنت. انت هتفضلي لابسه الوش الخشب ده لغايه امتى؟ والنبي سيبيني في حالي يا شيماء. يا بنت اتقمطتي من غلقان اعصاب ومش عارف على ايه. ده صبر يتمنى لك الرضا ترضي. ما ده اللي قاهرني، نفسي اخلف له حته عيل. احنا داخلين في سنتين جواز وست سنين خطوبه، كان زماننا جبنا اعمال وبذاكر له ماس. يعني حسابي العيل جاي جاي يا لولا. ربك ما بيديش الحسابين، بيدي الموعدين.
خلينا بقى من موعدين، انت دارسه في امريكا وعارفه. يا صابر حط نفسك مكانها برضه. خليكي في حالك انت، الله يبارك لك، انا حاطط نفسك مكاني بالعافيه. طب عاوزين نسقط بالليل ونروح الدكتور. حس بيا يا صابر، حس بيا بقى يا اخي. ساعه كده ان شاء الله بحس بيك. مش معنى يعني واخد مسكن مهبطني وسنه الناس. انا لا رايح دكتور ولا هاجي عند دكتور، اللي ربك عايزه هو اللي هيكون. اكلت الكلب، اصل دي روح مش يمامه هتجيب البندق بتاعها وتيجي. يا ابن عمي جاي معايا ولا هتطلع مع اليمامه تجيب البندق؟ حبيب قلبي معايا. بس حد قال لي حلو تجيب بوسه ولا ده مش موضوعنا؟ اه مش موضوعنا. كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه. حياتي بيسترقني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما يختصبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جماله في الاصفر. شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد علي كلاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا اللي عايز ايه؟ شريط اصالك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي طبعا جميري وقعت في ايدي بالرنج بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب زوايف. برافو صابر، بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120 ألف جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيلة بقى. طب خلاص، المية اللي حكم بيهم الراجل ده دفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا عاد؟ واحد ايه؟ قصدي يقول لك 100 ألف يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا، ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تيجي. اقعد يلا بلاش همبك. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر والباقي هضمهولك على العملية الجديدة. من ايد من عدمها يا غالي؟ العملية الجديدة مقفولة بالضبة والمفتاح. المقفول يتفتح. قرصتها والقبر. كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول امين. كله في البسين بيليل. على جرالك. الله في ايه؟ انت تقعد ترقعلي في الكلام. يا عم لا هرقعلك ولا تسرفلي، شيل ده من ده يرتاح ده عندك وبلاش تتليه. اقعد بس يا صابر. يا عم مهيشة يا الراجل بتاعنا برضه واللي يقع منه نلمه احنا. شايف كده يعني؟ طبعا. طب عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر، العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرح؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير الملين. وعد وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد صابر جوجل واللحظة الحقيقية عشان لو احتجتني ده الايميل. ما انتش غريب برضو. واحد تسمح لي تاخد التاني؟ ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى العيب في السرير، نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. في ايه يا دكتور؟ كيمستري بالبلدي كده، الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع الخلفه مستحيل بصراحه، الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا. Thank you.
يا بنت ما تاكلي يا بنت، انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا يا والله يا صابر زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معيبه يا صابر، بقيت ارض بر. يا لولا كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصرف، وانت ما شاء الله يعني ما بتتعهاش. ايه ده فرسان جديد؟ نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضربي لي طبق شوربه. لا بس بقى. الشاي من يد من اعدمها، ايه الحلاوه دي؟ وعيدك دي ايه؟ هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي؟ ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بنت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حال انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حته، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارف. عارف يا صابر؟ البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي، هي برضو ما جاتش في موتة امي. صابر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السوداء يا دي النيله السوداء، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي، مش لازم انت سامعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ريش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي هطلبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش. كل يوم تصرف 300-400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ اه. طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى، فز يا بنت اعمل كوبايه شاي. فيلا. كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح. اتفضل الشاي اهو. ايه يا بت؟ وفي راجل بيعيط. امال مالك؟ شاطره بس ترفعيني يا حبيبي. طب ثانيه، خفت؟ حاسك بتكتب عليا. بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بموت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى. بقف هنا توجع وعينيا بتتطرف. عبده
انت يا بني ادم. ايه 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 سعاده البيه؟ خير انا بني ادم؟ خير يا سعاده البيه؟ عربيتي فين؟ المخابير شاريه عربيتي. ما كانت واقفه هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شويه يا بيه. الو؟ ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق. انت مين يا ستي؟ وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وانت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة اللي عند السوبر جيت. عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر. أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي. حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شوية كده يا ست الناس. بقولك إيه؟ بقولك إيه؟ ما تيجي رحلنا ساعة قبل المصلحة دي. لا، أنا حالي مهدود من امبارح. امبارح إيه بس؟ يا بنت قدامك راجل كامل الرجولة وأنتِ كاملة الأنوثة. لو ما عملناش حاجة كامل هيزعل. وأنا ما أقدرش أزعل كامل. والنبي. أيوه. ولا أنا. يا هدي يا كامل! أعوذ بالله. أنا اتجوزك. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنتِ بالمنظر ده؟ لا ده انا بيبقى ليا منظر احلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب اوريه لك؟ حاسب يا استاذ. يا نهار ابيض، رجلك هتتكسر تحتك. اشكركم. هي القهوه اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هنا. شكرا. خد بالك من نفسك. صبر. شكرا. غزل البنات يا صبر، غزل البنات. تعال. عايز ايه؟ عايزه غزل البنات. لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامه يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامه. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايز اغير هقعد. لنا واحد ابويا. ها انت جاهز يا باشا؟ جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقه واحده بس. اهو ايه ده؟ لا تقلقش، دول تبعك. ايه يا باشا، ادخل اول يمين في اول شمال هتلاقي تلات عربيات في وسطهم عربيه متقطعه. دي عربيتك. المصطفى عبد الرحمن. معالي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. ألف سلام. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبك الملك فاروق. ايه ده؟ الى ايامك ترجع كان الجنيه ب 12 دولار اهو. اطلقت وركب سوبر جيت. سامحك يا انجي.
على السلامة. أنا قلت محدش هيعملها غير صابر جوجل. بص يا غالي، أنا بقيت في حضن ليلى، زبط لي ضربات القلب، وأنت تقول لي كل متر ونص كمين؟ أمال فين المصلحة؟ خد دول دلوقتي، والباقي بقى عدي عليا بعد أسبوع كده. عمره ما هيغير سياسته. مش قلنا نسفر العداد؟ لا 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 صابر، أنا عايزتك عن جد توثق في مستر السروجي، لأنه لما بيوعد بيوفي. أنا بقى المرة دي نفسي ما يوفيش، أصلها كده هتبقى متعشية متعشية. مين هاي المتعشية؟ أمي. بص يا طهرة، أنا ما بثقش في حد، والشيطان كان ملاك. العيب مش عليا ابن عمي، العيب علينا إحنا. إحنا بعد كده نغير سياستنا، الدفع قبل الرفع، وقلبك الطيب ده بقى حضنهولي على الرصيف قبل ما تيجي. قهرتي ده بقى اللي موديني في داهية. قلبه يعني أمريكاني. أخلص يا صابر، أسحب وخلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ ده انا ابويا ما لهاليش. انت شفت لي حلم وحش ولا ايه؟ طب انا ايه بقى، ما حدش هيراضيني بقى في الليله دي ولا ايه؟ او النبي، الراجل ده بركه، بدل ما يدعي عليك هيخليك ما تعرفش تعزف على البيانو. انت دارس في امريكا وعارف. ادعي لنا يا صابر. ادعي معانا يا طهره. يا رب اشوفك هاني شنوده. مين هاني شنوده ده؟ يلا هاني شنوده ده اللي اكتشف عزه ابو عوف وما ابو عوف وسيد ابو عوف. ومين سيد ابو عوف ده كمان؟ سيد ابو عوف ده اللي هو ابن خالد بنت عم ابوك. القرابه اللي بتقلب الشتيمه دي. يا عم ما تقول كده. سلام يا كبرنا. سلام يا جوجي. دولابي جوكته لسه قديمه، ولسه في بالي زيزو هيمه، صحابي زمان، وعندي كرامه عليها القيمه، واحلامي في كل مكان. لا صوت بقلص بيتلاشى مع الايام، ولا الاحزان بتتناسى ورا النسيان. الله، والنبي عسل، وانت عسل وشعرك عسل. ايه يا صابر، ده احنا من ايام خطوبتنا ما سمعتش كلام حلو زي ده. ما هو بعيد عنك، بعد الجواز الكلام بيمسخ. قول لها يا غندور. بنتين وكمان اربع بنات. ما تشك يا فاروق. اشك في اختي بقواطي. ما تشك يا صابر. معقوله اشك في مراتي؟ ده كلام. شك انت الهي تتشكى بعيده. لا انا شيماء اللي جوايا شك فيكم من اول رميه. اشك. البسي يا عسل. ايه ده انتوا بتخموا، انا مش لعبه معاكم. القرف ده. خف النار شويه يا لولا، بخلص. ما كفايه شرب بقى، صدرك هيغلق. ايه صدرك هيغلق؟ على اساس ان عندي حفله الصبح؟ دي مرات هاني شاكر ما تقولهالوش. ما قلتليش عملت ايه في اللي اتفقنا عليه يا صابر. فاروق جاي له قرشين اليومين دول وهخليه يكتب عليك. ولا ايه يا رؤى؟ خالصه بالصلصه يا ابن عمي، هو كلام عيال ولا ايه؟ بس انا بقى عايزه مهر 100,000 جنيه. ليه؟ بص على البحر. ده انا دفري بمنطقه، وبعدين لازم يدفع ويكوع فيه عشان يحس بقيمتي ويحافظ عليا. ماينيا مش خليتيني اصدق. ضفري الواد تحت ايدي، لو فلت مني ما يخصنيش. انت دارسه في امريكا وعارفه اللي تشوفه يا صابر. طبعا حاضر. طب استاذن بقى يا جماعه عشان عندي مصلحه. خدوا بالكم من غندور بدل ما يطير. نطيت من السور، دخلت من الشباك، ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم. جدا جدا، انت مين قال لك؟ انت خويه الملاحظه. تعالي بقى نتساير. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله. اي بس قالي كتير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات؟ ايلول ماضي وايلول حاضر. تعالي بقى نايل شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرانه زيه برضو؟ اشتقت لك. طيب انا اهو، ايه رايك؟ آه.
اتفضل يا باشا. رعاية الله يا باشا. القهوة اللي احنا فيها عند الشيخ اللي قاعد. يا جوجل يا دي البهجة اللي انت فيها دي، مقابلني في باريس. نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله، مالك رفعت كتابك كده معوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جتش موت الخالي. خالي ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عمليه في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. يعني الغلس عايش شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركه دي. جرا جوجل بقى وريا. بجد وحشتك؟ وحشتني ايه؟ وحشتني دي ما تنفعش تعبر عن اللي جوايا. وبحب بكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعه ما بعت الصور النار نار نار دي، وانا يا لهوي مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعه ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا دي انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شحها في السجن، وانا عايز اعرف انت شقتها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه. إلهيك حيبه مطرح ما هو قاعد، ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللقطه ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر برايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه، الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن احبائي في الله نعمل بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كل سبب يجي في سرتك يا باشا. خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا انت مسايبني خطبه الجمعه عشان تقولي دماغك عجباني؟ وايه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروج؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ الهره جابني ولا ايه؟ فتح السروج يعدوا مجلس الشعب. ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني. هموت اعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه؟ مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني. فتح السروجي محتاجك في العمليه الجايه، عنده قطعه اثار عايز يهربها بره. انت عارف بقى دي ثروه قوميه ومال عام. وايه اللي مطلوب مني؟ تسلمهولي. ازاي وانا بالزرقاء؟ هقف جنبك يا باشا. انا اخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الاطول، اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحه جديده، وصفحة ثوابك دي هتبقى بيضة زي الفل، والتلات سنين انت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانية الا ثانية. طول ما انت يا باشا في الخدمة، العبد لله في الخدمة. بس الزرقاء. بس جاتلي معلومات ان فتح السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسة استئناف. بصير. هنسيبك تهرب. اقصر. انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما سلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتك تزعل. قوله وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن، انا لازم اهرب بره مصر كلها. لو سمحت.
لو سمعت يا حرام. ماشي. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد، هزار اتحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد، انا حد اتحول فجأة لسبت، قصدي لحد. ماشي خد عفر السجارة دي. مسك نفسك يا ابني شوية، قول لي ايه حكايتك بقى عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجة. كسرة النفس وحشة. اللي قدامك ده ناس خريج جامعة كامبريدج، شايف كامبريدج، وخدت منها درجة اكسلانس اكسلانس لانس لانس لانس، بعدين ابن الجذبة صدى الصوت وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانة الامانة، خان الامانة وخد اللي ورايا واللي قدامي، انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي وحوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صابر. شوف يا صابر، انا هخليك تعمل احلى مصلحه هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال، بس المامور الجديد بقى منه لله. خالو سمير. خالو؟ خالو ازاي؟ اخو ماما، ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في لحم في الستريت الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنة. شوف يا صبر، انا هعمل معاك احلى مصلحة، مصلحة بمليون جنيه، وهعراك بتلاتين في المية. يا عمو كلامك غريب غريب قوي، انا مش فاهم حاجه من الكلام ده. يعني ايه مصلحه وهعرقك؟ مصلحه يعني بيزنس. اوكي طب وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا يا عمو سوري، ما اقصدش يا يعني موافق بس بالامريكان. شوف يا صابر، باختصار احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن هنا. يا اوكي بس انا عارف ان السجاير دي مضره بالصحه. صح، ايه فعلا مضر بالصح بس حلال. خلاص يا عمو اللي تشوفه اللي تشوفه. جيب مي فايف يا حبيبي، دي وعهد الله. جيب مي فايف كده. هتلاقيني مكمره لك الموبايل في اخر الحل في قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غاليه، ما بقتش فاهمه دماغي انا من ساعه ما حلقولي هنا، حتى انا ما بقتش فاهم دماغي، بقيت رجل فضائي يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. السروج عارف ان انت عندك جلسه يوم الخميس، وبيقول لك ما تخافش هو في ظهرك هيهربك، علشان كمان عايزك في عمليه جديده. اصيل قول له صبر عارف انك انت قدها ودود، واللي له ظهر ما بتضربش على بطنه، وكمان بلغه من الحكومه عنها عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيب بوسه بقى ولا ده مش موضوع. ما تلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين مستنيين. ايه يا بنت انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك يا جدع. ايه يا عم انت، دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي يا رب. يا رب ارجع يا ليلى. انا بقيت مخلوق فضائي، تفتكر هفضل في المريخ؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سياده المأمور، يا خالو. خالو مين يا؟ مش انت خالو هتتبرى مني؟ يا خالو اسمع. الو. لا 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 انا زعلان 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 ثلاثه زعلان. معقول اكلمك كده مرات وما ترديش عليا؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، وبعدين انا اتصلت بيك على البيت وما تردش عليا. طب ما انت فاكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي ياح. ما تبصليش كده بقى يا خالو. طب اشير وخلي اللي مشتري يتفرج يا خالو. خالو انت عايز ايه؟ بارنس. تقول عايز ايه؟
بورنوس. انا ابتديت اخاف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. منوره بناس يا حبيبي. جد يا لولا، معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل اشكالك. مش مصدقينك هنا. الزنزانه دي هتولع لاعلى من خالص. وداني اقعد يا احلى مفاجاه يا لولا. لا سحر ولا شعوذه. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صبر؟ ربك يا لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه، هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بنت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه، بجهز بنتها رحمه، والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ انت رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو، خالو البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في الزنزانة؟ أعمل إيه؟ خالو قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. إيه لي بقى عشان رايح استئناف يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر، خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت بتركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة يعني. سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة، مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم. أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ أمي. نصفر يا جوجل. 10 خضرة أمي. كده بقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وأنت إيه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة. عايزك تظبط يالا. ما تنساش إن أنا اللي مخرجك من السجن. يعني أنت اللي عليك. مش أنا. ومين قال لك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟
حتة آثار ذهب عايزين نسلكها. الاستلام في الأقصر والتسليم في اسكندرية. وبعدين كده انت فهمتني كويس طبعا يا كبير. تمام تمام. الله انت بتكلم مين يا دين؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم. الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في اي وقت، والفلاشة دي عليها فيديو لعروستنا. طب ما عليهاش حاجه الاصاله الجديد؟ ما تقفش، احنا هي ناقصه قفش. طلب 4/4 ساعه لغوريسكي ريجوليروفشيك ريجوليروف. طب علي 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 ايه ده تاكي ني بولافيرولي كل بروتوكولم دي بروتوكاليروال كافينجيرو. طب الخبر ده طلع صحيح؟ تبقى مصيبه سودا. خبر ايه؟ مش عارف مش عارف، بس قلقان. شو ده بقى انسيدنت ني ستال بريتندنت ام نو سيدي. اسيبك انت بقى تقلق لوحدك وقلقانه في اي مكان تاني. سلام. Не кури турка трубку. Купил. يا ليلى انا بخير. لما هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين. شوفي مين. حاضر حاضر. مين؟ حكومه. يا لهوي الحق يا صابر، الحكومه بتدور عليك. في يا باشا. في صابر يا بنت. في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب يروح امك. يا فندم هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. ياسر بيه ده ما كانش اتفقنا. يا عم ما تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان تحفظه كويس قوي، وبعدين تمسح الرسالة. ماشي يا باشا. يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامة. انت هتهرب الواد ده برا مصر؟ اهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا اكتر من 15 سنة. ديليفري ديت. وين؟ You are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن مواد التسليم، بيقول لك انك اتأخرت عليهم كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي، نظام سداد الفلوس ازاي؟ A delivery will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك الثلث هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وأنا موافق. أوكي. يا صابر. حياتي ليكو هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا انت متراقب. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده، ولا انت عايزنا نطلط تخش السيجنال بسطرحه؟ خلينا في الجد. انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعه. اهم حاجه بعد الصلاه. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤيه. اصل بنام طاهر. انت عايز براح امك. اوبا، ايه الجو الامريكاني انت جبني هنا ليه؟ مزاجي. انت سيب انت على قالك لما يظبط الحجر بس شويه. ولا بقول لك ايه، انا لا هسلم ولا هستلم. انا روحي في ايدك. فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتي بتسأل. شريط اصالة. اوبا ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي. استغفر الله العظيم، امك اللي ذنب عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي ايوه كده. كمان يومين. هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومة بتحب تتأكد. ورا مصنع الكراسي. اشمعنى؟ عشان ضلمة. خلص يلا. مالكش أمان. عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. ما بطل وسخ يلا وخلص. هو اللي قال لي.
ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا العروسة لميع مش متربة. أفهم من كده إيه؟ كنت أنا فهمت. مسكرة هدي الفلاشة اللي عليها العروسة، بس أمانة عليك ما تمسحش أغاني أصلا اللي عليها. شو عيدك؟ أنا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجة، أنا هغسل إيدي منه وهسلمك السروجي في إيدك دي والعروسة في إيدك دي، بس أمان عليك بلغ مصر كلها ابنك صابر بيقول لك كفاية كفاية عليه أوي كده. كده عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكلب. روجر اقعد تصدمه اتخلص من اخي قلبي. يا جدعان استعبطوا ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه يا صابر؟ حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد. ده ايه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس ودف على شمالك. انت ازاي تعملي كده؟ عم نبهك الاجتماع صاير لك اليوم معصب. عمر عم بمزح معك. عمر بمزح معك؟ لو عملت كده تاني هرفدك. تفضلي. قال ارفدها قال كذاب ومنافق.
صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الأنسة شاهناز المهندسة الجديدة ومسؤولة عن إدارة الموقع. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك مستر عمر. تقدر تتكلم يا عادل. بالنسبة لمنتجات مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا، وده يا فندم بسبب قلة مساحة الأرض الصالحة لنظام الزراعة بتاعنا في المناطق المجاورة. طب وده ملوش حل؟ ما نجيب مزارع جديدة. وما أنت بتعمل إيه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر. أنا عملت سيرش على مزارع جديدة وحددت بعض الأماكن اللي ممكن نشتري فيها. أمال إيه مشكلة مصانع الدمياط؟ العمال عاملين يضرب ليه؟ 20% من العمال متأمن عليهم صحيا تبع التأمين الصحي الحكومي، و80% مش متأمن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكلة. لا مشكلة ولا حاجة. أمن عليهم تبع مستشفياتنا وعمل لهم خصم 50% على الدواء. إدي الناس تديك. أيوه بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركة. لا ده سوء إدارة. لما تبص في مرايتك يا فاروق أول ما تلمح علم عيبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزة، لكن لو دريته هيبقى مليون عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعة. أنا لسه عند رأيي. ده هيعمل لود على ميزانية شركتنا، وبعدين في الأول في الآخر دول عمال. مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تأمينك على مين؟ أنا آسف يا مستر عمر. طب أنا بلغني إن مناقصة وزارة الإسكان بتاعت الشباب رست علينا، وزي ما أنا شايف كده إن الشقق نازلة على 43 متر. بالظبط يا فندم. والكلام ده مش عاجبني. المساحة تتحول ل 100 متر، إلا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر وبالمرة أحجز لكم أنتوا أولى. إزاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزارة ومش هينفع يتغير فيه. شش مالكش دعوة بالوزارة، أنا أتصرف معاها. اعمل اللي قلت لك عليه وحاول المساحه ال 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد، والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان القرارات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني. وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانية خالص. كنت فاكر؟ ده في عالم الافتراضي البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه يا مستر عمر؟ ابدا. بمسح لوح الازازه اللي ما بيننا على الاقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ ست. ده بالنسبه لك، لكن بالنسبه لي انا 9. وده اكبر دليل اني من مكانك ممكن تشوف الامور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك ممكن تشوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل، ساعتها هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسأل، من غير فتش، زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجة، في سياسة وفي إعلام وفي رياضة، بقى كله بيفهم في كل حاجة، كله بقى رئيس. شغال معانا هنا؟ انا شادي سوبرفايزر. مش سوبرمان يعني؟ لا بس نصير موظفين من هنا. انت كم؟ انا اسف والله يا باشا. شش تاكل انسجام في الاسانسير يا حيوان. ربيع. هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطة ورئيس من الجيزة، كانت أيام زفت. البيتين بكرة على المكتب يا حيوان، اوعى تنسى. بص بقى يا سيادة المدير، القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقى تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما
ما يخشهاش حتى عامل نظافه. تحت امرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف باسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوه بسرعه جدا. تحت امرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. مش ملاحظة انك بتشرب كتير قوي بقى نهار وليل؟ ما بقتش فارقة، ما هو نهاري زي ليلي. على فكرة الانسان طاقة، وانا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتلة. ابقى بالله. هي ايه الفتلة؟ واضح الفلوس ما غيرتكيش، بس غيرتك انت. شعر بيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو اتغيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت عشان انت ما بقتش انت. انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك، ده الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا ايه حكايه المره اللي دايره في دينك؟ اوه مره ودينك، رجعتي لاصلك. دي السكرتيره، متهيألي احنا مبدرين معاد النكت شويه. كلمني هنا. سندوتشاتك يا حمزه تتاكل كلها، ما يتسابش منها حته تقعد قدام التلفزيون. ايه يا رؤى يا حبيبي، فرحان في ايه؟ صابر بياخد قرارات الايام دي غريبه قوي، هيضر بيها نفسه ويضرنا كلنا معاه. صابر بقى على وضعه خلاص، وبعدين هو حر في ماله، كبر دماغك منه. اكبر دماغي؟ اكبر دماغي منه لما انا اكون موظف عنده؟ بس ده ابن عمي يعني اخويا. احنا مش هنفضل كده، مش علاقين فيه طول العمر عشان هو ابن عمك؟ ما ينفعش، احنا كمان لازم نشوف مصلحتنا يا فاروق، نعمل لنا شغلنا كده على جنب نأمن بيها مستقبلنا ومستقبل ابننا. ما بقاش في حد بيفكر في مستقبل حد، كل واحد بيفكر في مستقبله بس. بس انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا لو اعرف بس هو بيفكر في ايه. الفلوس، الفلوس يا فاروق بتغير القلوب وبتقلبها. امال لو قلت لك بقى ليلى بقت بتعاملني ازاي هتقولي؟ الظاهر ان الفلوس ما غيرتش صابر وليلى بس. ازيك عليك يا باشا؟ ازيك يا عمر؟ والله ما صدقت نفسي لما قالوا لي مالك طلبني بالاسم، والله ده كتير. مش قوي كده يا نشارتي، خلينا في المهم. انا بقول كده برضه. انت عارف يا عمر، الحكومه ما عادش ينفع يكون لها حزب، لانها حكومه كل المصريين، بس لازم يكون لها ظهر. عشان كده عايزينك معانا يا باشا. الموضوع كبير قوي، مش معنى لا. ده انت عملت نجاحات كبيره قوي، فت البلد والناس، ده علاوة على ان اسهمك بسم الله ما شاء الله في العالي، والاهم من ده كله انك شخصيه مش محروقه. الباشا متضرب ولا ايه؟ امسك الخشب. بص يا باشا، انا راجل طول عمري بلعب بزنس، السياسه دي مش لعبتي صدقني.
الاثنين لعبه واحده. البيزنس من غير سلطه تحميه يبقى مهدد وعلى كف عفريت، والحكومه من غير حزب قوي يحميها تبقى ملطشه اللي رايح واللي جاي. انت محتاج السلطه عشان تحمي البيزنس بتاعك، والحكومه محتاجاك عشان تحمي سياستها. فهمت؟ دي اهداف حزبك الجديد يا باشا، لو ما عرفناش نعدلها نظبطها على عوجتها. وانت كمان زيها. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي مدام ليلى على كل اللي انت بتعمليه مع الاولاد دول. حياتهم اتغيرت 180 درجه من ساعه ما شافوكي. انتي ما بتتصوريش كمان بقى متعلقين بيكي قد ايه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشكريني بيها انك تطلبي مني اي حاجه الاولاد محتاجينها. اصل مدام ليلى ما قلتش لحضرتك نفسها تفرح الاطفال باي طريقه. انتي حقيقي مش مخليهم محتاجين اي حاجه، ومع ذلك اوعدك لو احتاجوا اي حاجه هكلمك على طول. ربنا يقدرني واعمل لهم كل اللي بيحلموا بيه. ان شاء الله هشوفك الاسبوع الجاي. ان شاء الله. ليلى اشوفك على خير ان شاء الله. يا ماما ليلى انت ماشيه بدري ليه؟ معلش يا حبيبي انا هرجع لك تاني، بس اوعدك المره الجايه هقعد معاك كتير قوي لحد ما تزهق مني. انا محتاجه لك اكتر من ما محتاجه لحد. باي باي يا ماما ليلى. وريني كده كشف رجال الاعمال المشاركين في المؤتمر. في حاجه يا باشا؟ لحد دلوقتي مفيش، لكن اكيد هيبقى في.
انا تحت امرك طبعا في اللي تطلبه، بس افهم ليه. وبعدين عمر النشرتي، عمر النشرتي رجل اعمال وطني ومحترم جدا، وملفه عندنا ابيض. سيادتك بس طلع لي ملفه وانا احكي لك الحكايه من اولها. خد عندك اسم الواد ده، صابر سيد الطماني، عايز ملفه برضه. ايه يا عمر، بيه الاسعار انتوا بتبيعوا بيها دي يا راجل؟ يا اسعار مش منطقيه بالمره. ايه انتوا بتلاقوا فلوس في الارض ولا ايه يا راجل؟ مش كده جرايه منصور بيه؟ هو في حد بيلاقي الفلوس الايام دي في الارض؟ وبعدين ما انت كنت امبراطور العقارات في مصر، وعارف كويس قوي ان الاسعار اللي احنا بنبيع بيها دي بنكسب بيها، ومية في المية كمان. دي نعمه يا راجل. بقى بعد ما كنا بنكسب 200 و300 في المية، دلوقتي عاوز نكسب 100%؟ طب نجيب مرتبات الموظفين منين؟ والله منصور بيه انا بحمد ربنا ببوس ايدي وشي وظهري، راضي بالمكسب ده. احنا مبيعاتنا تقريبا شبه متوقف، وكل ده لصالح شركاتك. اللي بتعمله ده اسمه ضرب تحت الحزام. منصور انا ماليش في الحزام، انت شايف. بص يا منصور، انا مش عايزك تنسى لما كنت بتلبس الكاوتش الابيض بتاع بيت ابو 2 جنيه، لما كان يصفر منك كنت بتعلم على بيت التباشير الابيض عشان يرجع جديد. اتقلى في الناس. اللي بتعمله ده خطر، اسمه خراب بيوت، ومن خاف سلم. الخوف ما بتسهس، بيطرد، وانا طردته من زمان. نورني في البيت يا الله عليك. تشرب حاجه؟ ايه كنت سايب مراتي مع اخواتها البنات؟ بطل يا عاد، ما عملهاش غير منصور الكلب. انا كل اللي قدرت اعمله اني خدت رقم العربيه. انا كلمت رجالتنا في الداخليه بس الارقام طلعت مضروبه. الو الو ليلى، ما تخافش، مراتك في الحفظ والصون، احنا برضه ولاد بلد، ما بنمدش ايدينا على حريق. مين معايا؟ معقول نسيت صوتي؟ يا صابر، شفت بقى الصغير مسيره يكبر سروج. ما كنتش احب اقول لك حمد لله على السلامه بالطريقه دي، بس انت مالكش امان. عايز يا سروج؟ عايز حقي. غبي 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 بجد. حقك يا سروجي، التليفون صغير منك كان حقك هيجي لك لغايه عندك. حقك ده ايه؟ ده نقطه فحر. انت بتكلم عمر النشارتي؟ أنا حقي كل اللي معاك يا نشرتي. تحلم؟ يبقى عندي حلم أحلم بيه أحسن من كابوس أخاف منه. أنت كابوس. أنت كده فوتت الناس. أنا فكرت في كلامك يا سروج دقيقة واحدة، بعيدك زي طفيت السجاير. أنت عرفت منها بيان إنك توقفني قدام مراتي وهي مربوطة؟ أنا هزعلك وهزعل وهجيب ناس تزعل. أنت مش هتخرج من هنا على رجليك إلا بعد ما أخد حقي. ميزتك يا سروجي إن أنت بتصدق اللي بتقوله، ودي ميزة مهمة جدا، حاول تحافظ عليها. Thank you.
اللي شال الهم من صغره ياسر بيه يشيل اي حاجه. صابر علي الطماني الشهير بصابر جوجل، نصاب محترف، سرق تراث بلده وهرب وباعه بره. عض الايد اللي اتمدت له وشالت عنه بلاوي كتيره، ودلوقتي بقى راجع ايه لابس ثوب رجال العمل الوطنيين اللي بيضحوا بثروتهم ونفسهم عشان خاطر البلد. صح يا صابر؟ عاش عاش يا بطل. تدخين في الجيم؟ تعمل ايه بقى؟ الجيم والاوتيل والمطعم ملك، والملك بيقوي القلب. تعال اسر بيه، تعال نشرب فنجان قهوه، هغير ونقعد مع بعض شويه. اسر باشا. يا ياسر بيه، كلمات الاغنيه دي بتمسني قوي قوي من جوه. منور. بنورك. جازز انت من جوه مش عارف ليه. يا ابني شغل لنا حاجه لفرانك سيناترا. ولا شغلت الحاجه اللي صعبه؟ ها؟ 10 سنين. عشتهم بره انت في نعيم، وعشت انا هنا في جحيم. الجزاء من جنس العمل. وبعدين يعني لو كنت وقت تحت ايدك انت كنت هتسمع عليا. طب انا عشت 30 سنه في جحيم ومحدش حاسبني عليهم، وغلاوتك عندي ولا حتى كوبايه شاي. طب ما تيجي نتحاسب. طبعا نتحاسب، انت ليك حق عندي. وبعدين انت اولى من الخير. هو ننسى ان انت كنت سلمه للخير اللي انا فيه دلوقتي؟ وانا ما انساش جميل حد عليا ابدا. ها تاخد حقك بقى سيوله. ولا ناشي؟ لا، حق البلد الاول. تشغلش انت بالك بحق البلد، في غيري نهب البلد وسافر وما رجعش. على الاقل انا لما سافرت كنت سايب طيارتي دايره عشان عارف اني راجع تاني، وكنت متاكد ان انا وانت هنقعد القعده دي. وحشتني. المنطق ده انت اخترعته عشان تخلص من عقدة الذنب. ذنب؟ لا سيبك انت من عقدة الذنب دي، خليها على جنب. مات. بس انا مش حسيبك. مالكش حاجة عندي. الحرام بشلته يا باشا. معقولة؟ هو انت لسه ما ذاكرش قانون؟ ده كلام. المفروض ان القانون يحمي البلد من اللي زيك. انا بقى عندي بلد جوه البلد تحميني من القانون بتاعك. ما ينفعش يكون بلد جوه البلد. هي بلد واحدة بس يا صابر. انا اسف هحرجك. انت مين عشان يقول ينفع وما ينفعش؟ انت حاجة صغيرة قوي كده، ترس في مكنة كبيرة. فلسفة فارغة؟ لا، دي مش فلسفة، دي محس. حسابات ماني. انا ما اعرفش غير قانون. قانوني غير قانونك. قانوني بيبني وقانونك بيهد. وبعدين كان فين قانونك 7000 سنة والبلد بتتسرق؟ بقانونك واللي فيها لا طايرين لا ابيض ولا اسود. انا على الاقل رجعت بدي الناس حقوقهم وبعرفهم ان ليهم حقوق، فبالتالي عليهم واجبات. يا سربيه اعقل الكلام اللي بتقوله الاول. يا حبيبي ده على اساس انك بتحب البلد؟ بطل شغل التعبين بتاعك ده بقى. انا فعلا تعبان، عرفت ازاي؟ بس سمي مش في لساني، لا سمي في دماغي. ويوم ما فكرت تشتريه لدغك. اما بقى حبي للبلد اكيد بحبها اكتر منك، لان انت بتحبها على الورق بس، لكن انا بحبها عملي. نرجع لمرجوعنا، تاخد حقك سيوله ولا ناشي؟ لا انا هعرف اخده ازاي. انا قلت كده برضه. عايز اقول لك نصيحه يا سربيه، الحياه علمتني ان الدنيا دي عامله زي المطار، كل واحد فينا ليه رحلته، فخليك في رحلتك احسن. رحلتنا واحده. طب خلاص ما تقعدش جنبي بقى عشان انا بقى اشعر. ياسر باشا. اوعى تفتكر ان انت الافضل. لا، احنا الاثنين مالناش صحاب. انت مالكش عزيز وانا مالقتش عزيز.
وبعدين انا اكتر حاجه تضايقني في الدنيا دي لما اكلم حد ويسيبني ويمشي، لان ده لا في البروتوكول ولا في الشياكه، وبيزعلني قوي قوي. عايزك بقى توسع صدرك الفتره اللي جايه، هتستحمل مني كتير يا صابر، وخلي بالك من نفسك. بعد إذنك يا مصوري. تفضل. أهلا أهلا. وأنا أقول المكتب نور كده ليه؟ حياتي كيفك؟ زيك. شقت لي؟ أنا برتاح جدا وأنا بتكلم معاك. هجيلك في أقرب وقت. أوكي تمام. ماشي باي. حبيبي كان بيتكلم مع مين؟ دي شيماء كانت بتطمن عليا، ما تكلمنيش من ساعة اللي حصل. هي كويسة؟ اه كويسة. انا قررت اسافر. نعم يعني؟ انا قررت اسافر اوروبا طالما انا مش عايشة بأمان هنا وانت مش فاضيلي. بس الكلام لما تكوني عايشه مع هبه مش عايشه مع راجل. وانت بتسمي دي عايشه؟ ده احنا بنتقابل بالصدفه يا راجل. وانت ايه بقى اللي مش عاجبك في العيشه؟ مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ فلوس، عربيات، وقصور. انا لا عايزه فلوس ولا عربيات ولا قصور. وده معناه ايه بقى يا معناه ان انا خلاص خدت القرار، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا، انت هتنام على الجنب اللي يريحني انا بس. علاطي فوق. مرحلة ايه؟ بقول سعادتك نصاب. نصاب من وجهة نظرك انت، لكن من وجهة نظر الناس ده رجل أعمال وطني وشريف. لو طلعنا بكرة وقلنا إن الرجل ده نصاب، الناس هتصدقنا؟ هيعتبروها حملة تشويه وشعبيته هتكبر. ده غير ثقة الناس فينا اللي احنا بنحاول نرجعها تاني. بتهيألي سعادتك ثقة الناس دي ممكن نكسبها لما نقدم الفاسدين وأصحاب المصالح للعدالة. الإصابة بسيطة خالص وهيخرج كمان يومين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. من فضلك بس 5 دقايق يا متكتر. دقيقة. اتفضل. ياسو ألف سلام عليك يا حبيبي، قلقتني ياسو. معقولة صدرك ورجليك؟ أنا آسف. سلامتك حبيبي. جاي تطمن عليا ولا تطمن على نفسك؟ ما تقلقش لسه عايش، بس هو حياة أمك زي ما خرجتك من السجن هرجعك لي تاني. ياسر باشا أنا ماليش في اللعبة القذرة، الدنيا علمتني إن عصاية العز هوش بيها ما كسرهاش. محدش له مصلحة يخلص مني غيرك. يا باشا أنت حبايبك كتير قوي. تفتكر بقى إني ممكن أصدقك؟ ومين قالك أصلا إن أنا عايزك تصدقني؟ انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي، احنا لسه في اول جوله وانا لسه بقول ادي كلام. ده
قديم قوي يا ياسو. يا اخي انت ما زهقتش؟ ما تدور على المصلحه، اللقمه، المام. انا عندي قريه سياحيه بتشتغل حلو قوي، وعايز رجل امن من حديد زي كده ومرتب خيالي، وانا يا سيدي هتجاوز عن الاصابه. انا اسف يا اخي، اعمل ايه؟ رجليك ناحيتي. وبعدين لو ما اتعلمتش من اللي فات، اللي جاي هيعلم عليك. وادي شيك، اعمل قرشين للعيال. كنت متاكد انك هتعمل جو عزه نفسي منعاني. صدق اللي قال ان الكلب اوفى من البني ادم، عشان احنا بقينا في زمن الخيانه وجهه نظر، صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكايه اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي. يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافة بينهم 3 متر. اللي عمل الحركة دي خاين رخيص. بس أبوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. إنما عمي بقى رد عليه وقال له اللي هو أبوك، الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين أيامهم كان إيه؟ غلبان. انما ايامنا احنا الخير هو اقرب واحد منك وابعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي يا حبيبتي. تنشر معلومات عن عمر النشرتي. زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر النشرتي، اسمه صابر سيد علي الطماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. تزعل على خاين لانه الوحيد اللي ما ينفعش تديله فرصه تانية، وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجوكم فاهمني، دي موافقه وزاره الاسكان على ارض الواحات، ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حمله الدعايه ومضينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس،
وبعدين حكاية دقنك دي عايزك تخفها شوية. ما لاحظتش، أنا عمري ما فكرت أخونك لأنك أبويا وأخويا وأمي، وده لسه ما شفتهوش. زي ما عمري ما هيأس إني أجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله أنت ليه دمك حاضن دمي يا ليلى؟ إحنا في نعمة، ومادام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبة أوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعباكي. عايزة تعلمني كل حاجة وعكسها. علمتني زمان إن كل حاجة بالفلوس، ودلوقتي جاية تعلمني عكسها. علمتني إن نص فكرة ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجة، زي ما علمتني إن أنا إنسان مش نص، وبرضو جاية تعلمني عكسها. قلت إنك مش كامل، مش كامل لأني مش قادر أجيب ولد منك منصوله ولا انت، والحل ان احنا نفترق، وده مستحيل. وبعدين الطمع ده، حد يطول بنت بيضه حلوه زي الورده، حتى ورده ويطلب تاني كتير قوي يا ليلى، كتير. صح صح، اصبري معايا يا ليلى، اصبري. بحبك. رجلي وجعتني قوي يا ليلى. يا نص ليا
الصبر مني بنظرة واحدة منك انتي هنسى همي كلمة بحبك مش كفاية عليكي انتي صابر وهصبر ونخلص الصبر مني بنظرة واحدة منك انتي هنسى همي كلمة بحبك مش كفاية كده يا فاروق انت عندك كل تفاصيل عملية السرج الأخيرة عايز أشوفه في السجن خير يا فاروق مالك؟ خبر مش كويس خير. ياسر الظابط هيعمل حلقة في التلفزيون وهيتكلم فيها عنك والإعلانات مالية الشوارع والنت انت غلبان قوي يا فاروق روح انت وانا هتصرف طيب فهمني بس يلا يلا صوره من شرب عشان عم نفذ أوامرك لا أعمل هيك عشان بحبك بس خلاص عارفين في بعده عني ناقصني إيه وإيه مش لاقي حد زيه اهتم بعده بي جربت ألف حاجة وبعد كل حاجة ألو إزيك يا أستاذ حسام مع سيادتك المقدم ياسر فن أهلا ياسر باشا إزي حضرتك الحمد لله يا باشا الحمد لله الحقيقه النهارده الحلقه بتاعتي كانت المفروض تتذاع ما اتذاعتش لحد دلوقتي ايه السبب سعادتك هي فعلا اتاجلت اتاجلت ليه والامتى والله الامتى دي ما اعرفش انما ليه تقدر تسال فيها منصور بيه المنشاوي هو اللي امر بكده طب يا باشا انا هتصرف شكرا يا باشا اتفضل ايه ده في ايه؟ هو مش منصور المنشاوي ده اللي كان عايز الحلقة تتذاع عشان صبري يتفضح؟ ايه اللي جد يعني؟ واضح ان البلد دي بقى فيها مليون عمر نشرتي جيت احارب تعبان بحاوي السيد المستشار النائب العام محامي الشعب بعد التحية اليوم نحن بصدد قضية غير كل القضايا هي اعظم واخبث من غيرها انها قضية فساد وافساد من الدرجة الاولى قام مرتكبها بتسويق نفسه إلى الرأي العام على أنه الفارس المخلص والبطل المغوار الذي سيدخل برثان الشر فيفنيها من أجل تحقيق أحلام المواطن البسيط في أن يحيا حياة كريمة هادئة فالتف الجميع حوله وجعلوه تاجاً على رؤوسهم ووافقوا ودعموا وصفقوا له وأصبح يكبر كل يوم أضعافاً مضاعفة حتى بات يتحكم في أقواتهم ويتملك مشاعرهم وعقولهم وامتدت يده الآثمة إلى كل موقع مؤثر في هرم السلطة حتى أصبح له رجالاته وعملاءه
الذين يخدمون طموحاته العفنة. فكل يوم يمر دون مقاومة ذلك السوس الذي ينخر في عماد الوطن سيكون سبباً في انكسار إرادة أمة وانحنائها أمام رؤوس أموال طاغية جاحدة لا تعرف إلا لغة الأرباح والمكاسب، حتى لو جاءت على جثة هذا الوطن. عارف إن النائب العام عمل لك ضبط وإحضار، أنا مش عايزك تقلق خالص. بالنسبة لك دلوقتي جوه أمن من بره بكتير، لحد ما نشوف هنطلعك إزاي يا صابر. أنا اسمي عمر النشرتي يا باشا. ماشي يا عمر يا النشرتي.